أهلا بكم. لو سألنا أي مسلم أين تقع الجنة هيقول في سماء الله وبالقرب من العرش، ولو سألناه أين عاش آدم قبل الهبوط إلى الأرض هيقول في الجنة، لأن معظم الناس جميعا مؤمنين أن آدم كان عايش في السماوات العلى، ولما أكل من الشجرة المحرمة نزل الأرض. ولكن في سؤال بيسأله كتير من الناس، وهو أين كانت جنة آدم؟ في الفيديو ده هنستعرض بعض آراء العلماء ونحاول نجاوب على السؤال. الدكتور أشرف الشريف الباحث في علوم السنة قال إن الله قدر المقادير قبل الخلق 50 عاما ولم يخلقها عبثا، وعندما خلق آدم عليه السلام وعرض الأمر على الملائكة من باب الإخبار وليس الاستشارة، وقال إني جاعل في الأرض خليفة، ويقول بناء على رواية لابن عباس، ويذكر أن ابن عباس هو أكثر من نقل عن أهل الكتاب، والرواية بتقول إن الله كلما أرسل ملكا لأخذ جزء من الأرض لتشكيل آدم استعاذت منه الأرض فأعاذها، إلى أن أرسل ملك الموت وقال للأرض هذا أمر الله. ويشير إلى أن العبرة من هذه الرواية تؤكد أن الله خلق آدم في السماء، وبعدها خلق حواء من ضلعه الأيسر وهو نائم، ولما استيقظ وجدها فوق رأسه تقول له إن الله خلقني لتسكن إلي، وقال أنه بعدما قالت له ذلك لم يدخل بها إلا بعد أن نزل إلى الأرض، مضيفا أن الدليل الثاني أن جنة آدم كانت في السماء عندما قال المولى جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال أنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم لبعض عدو، ثم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده، ولا يستعمل لفظ الهبوط إلا إذا كان من أعلى إلى أسفل، وده كان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الإمام ابن القيم بكتابه مفتاح دار السعادة أنها كانت جنة في الأرض، يعني أحد الحدائق أو البساتين، مش جنة المأوى اللي أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة، وأن الله قد ذكر هذه الجنة التي أعدت للمؤمنين بصفات منها أنها دار السلام. وجه في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند، ولكن عموما الذي يقبله العقل ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد ولا دار البقاء. وإزاي ربنا عز وجل يسكن آدم جنة الخلد وهو يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعدين يسكنه دار الخلود، ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها، فمن يدخل الجنة لا يطرد منها أبدا. والذين يستشهدون على أن آدم كان في جنة الخلد بالسماء يستشهدون بأمر الهبوط من الجنة اللي قال فيه المولى عز وجل اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، على أنه هبوط من السماء إلى الأرض، وبالتالي ده بيؤكد أنه كان بجنة الخلد لأنه ما فيش جنة على الأرض. والقرآن سكت عن مكانها واختلف المفسرون فيها، فقال بعضهم أنها جنة المأوى وأن مكانها السماء، ونفى البعض ذلك لأنها لو كانت جنة المأوى كان هيحرم دخولها على إبليس ولا يجوز وقوع عصيان فيها، وأنها جنة من جنات الأرض بتوجد في مكان مرتفع. أما الشيخ محمد متولي الشعراوي وضح وأجاب على السؤال ده وقال إيه؟ قد يتساءل البعض إذا كانت جنة الخلد كيف دخلها إبليس وكيف تقع فيها المعصية وتبدو فيها العورات، ولما خرج منها آدم عليه السلام وجنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها. نقول لهؤلاء إنكم لا تفطنون إلى مدلول كلمة جنة، ذلك أن اللفظ يكون له معاني متعددة ولكنه يؤخذ عادة وعزما على معنى واحد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى هذا المعنى بالذات، ومن هذا المدلول حين يسمع كلمة جنة ينصرف ذهنه إلى جنة الآخرة لأنها هي الجنة الحقيقية، ولكن حينما يأتي اللفظ
في القرآن لابد أن نعرف استعمالاته، لأن المتكلم هو الله، ومن الجائز أن يكون اللفظ في اللغة له معاني متعددة، ولكنه في الدين يأخذ المعنى الاصطلاحي. مثال: حين تسمع كلمة حج وتقول أن معناها قصد بيت الله الحرام، ولكن الحج في اللغة معناه القصد فقط، فإذا قصدت الذهاب إلى مكان قلت حججت إليه. فلما جاء الإسلام أصبح المعنى الإسلامي الفقهي الشرعي لكلمة حج هو أن تقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. وكلمة صلاة معناها في اللغة الدعاء، مثال: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. فلما جاء الإسلام أخذها إلى معنى العبادة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم. ويكمل الشعراوي ويقول: لكن الجنة في اللغة معناها الستر، فالمكان الذي فيه أشجار غزيرة ومتنوعة ويستر الإنسان ويمشي فيها وبها ثمار وبها كماليات الحياة ولا يخرج منها ويبقى فيها مستترا، هذا هو المعنى اللغوي للفظ الجنة. والقرآن الكريم استخدم لفظ الجنة في المعنيين، معناها اللغوي ومعناها الشرعي. المعنى اللغوي كقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، البقرة 266. وقوله تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، البقرة 265. وهنا المقصود بها جنة الدنيا لا جنة الآخرة. ويقول الشعراوي أن بعض العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين جنة الدنيا وجنة الآخرة، فلفظ الجنة بالألف واللام يطلق على جنة الآخرة، ولفظ جنة يطلق على جنة الدنيا. وهذا قول غير صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، القلم 17. والحديث هنا عن جنة الدنيا. كما أن بعض العلماء قالوا إن الله تعالى أدخل آدم وزوجته جنة الخلد، وعندما عصيا في الجنة أنزلهما إلى الأرض، ولو أنهما لم يعصيا لظل في الجنة. وهؤلاء نقول لهم: أنتم أبطلتم مرادات الله في خلق آدم، فلم يقل الله تعالى أنه خلق آدم ليعيش في الجنة، وإنما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خلقه ليعيش في الأرض. والسؤال الذي يجب أن يسأل هو أنه ما دام خلقه الله خليفة في الأرض، فلماذا أسكنه الجنة أولا؟ وذلك لحكمة: آدم خلق ليتلقى المنهج من الله تعالى: افعل ولا تفعل، افعل كذا وإن لم تفعل فسدت الأرض، ولا تفعل كذا فإن فعلت فسدت الأرض. ولكن هل يترك آدم دون أن يوجد من يحاول أن يفسد عليه منهج الله؟ جاء إبليس فأفسد عليه منهج الله. إذن كان لابد أن يتدرب على الأمر والنهي. وفي ختام حديثه حسم الشيخ الشعراوي القضية قائلا: إذن الجنة التي عاش فيها آدم عليه السلام ليست جنة الخلد، لأن جنة الخلد لا تأتي إلا بعد التكليف. جنة آدم عليه السلام مكان أعده الله ليتم تدريبه على منهج الله، وده كان رأي الشعراوي. وهنلاقي إن ده أكتر رأي موافق للعقل. وللتوضيح أكتر والإثبات أكتر أن جنة آدم كانت جنة اختبار على الأرض، هناك حديث قدسي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى الحديث أن جنة الخلد لا توجد عين رأتها ولا أذن سمعت بها ولا خطرت على قلب بشر، وآدم بشر، فلو كان آدم عاش بها فترة ورآها وسمع ما بها، فهل يتحقق هذا الحديث القدسي؟ وفي آية في كتاب الله بتقول: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعرف معنى تجوع وتعرى وتظمأ، يا ترى إيه معنى لا تضحى في التفاسير؟ معنى لا تضحى أنك لا تظهر للشمس فيؤذيك حرها. فهل جنة الخلد يوجد بها شمس تؤذي المقيمين بها؟ فآدم كان في جنة على الأرض فيها أشجار وارفة تظله من الشمس وتحميه منها. وبرضو الآية لا يمكن أن تنطبق على جنة الخلد
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. وده إثبات إن جنة آدم كانت على الأرض، وده بيدعم فكرة أن آدم ليس أول البشر، وأنه مولود من أب وأم، ولكن ربنا اصطفاه من البشر الموجودين علشان يحمل تكاليف الله له، وأنه اصطفاه يعني اختاره وأصلح له عقله وعلمه وكل شيء ليستطيع مواجهة الحياة والمخاطر. وده موضوع فيديو سابق للقناة، أرجو مشاهدته لاكتمال الصورة والفكرة، وهنحط رابط الفيديو في صندوق الوصف. وشكرا.